أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من قال يعلم الله أني كنت في المكان الفلاني ولكن كذب فماذا عليه؟ معليش، الله يعلم سبحانه وتعالى، وأما هو كذاب يقول يعلم الله أني في المكان الفلاني وما هو فيه، هذا كذاب، ولكن الله يعلم أنه كذاب، ليس فيه شيء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.